يلا اخو يلا شريف وعندك اسئله طايحه بين اخويا لا تخافش اخويا لا ترى من ماشي واحد المدينه شدمه لا بخصوص ان الكريه سيت نوصلوا بعدا نوصلوا سيت وكيفاش ساكنين نتوما في هذه الدار هذه بهذا الشكل الدار هذه الموضوع لي ساهل عقاري شوف لي الحجر طايح من هنايا كيفاش؟ هذه الموضوع هذه عندنا شوف راه الدار هنا غادا تهي هادشي راه كنقولو نبه هنا السلطة المحلية شفت الخطر عند المرة القتل زيادة على ذلك هانت الدار مهجورة هادشي محسوب الحي الحسني ياك؟ هادشي محسوب على الحي الحسني جماعة الحي الحسني ولا تا اجي خويا هنايا كيما شرط هادي انت السي جاي باش نوضح لكم نعطيكم نعطيكم اكثر اكثر غير باش تعرفوا ان هاد الدار هادي مكاينش شي كيسربها الولا تا راه مولات الدار هادي في 92 92 عندي شتي الدار ماشي بزاف هو الاهمال ديالنا ان الكريه كيجيو كيسكنوا هنا الوالد كيقول لك كيضربوا في عرض الحال سير هو تجاوب تفرقع ولا شوف الباب ما بغاش يحلو يصوبوا جينا حزنا على الدار دخلنا في بيع المزاد العالمي كنتفاجئوا بالكريه راه كاينين حنا ما عندناش موضوع ديالنا حنا القضاء كيبتو ولكن انا كنوجه النداء ديالي من هذا المنبر حتى هذا المنبر السلطات المحليه في شخص السيد القائد ملحق مشهور باسم ان توجهنا طلب السيد رئيس الجماعه منطقه الحي الحسني منطقه الحي الحسني جماعه ديال الحي هنا طلب حتى كذلك ما بغاش يتحركوا حنا التمسنا من السيد رئيس المحكمه ودعنا لنا اليوم طالب على اساس ان الدار ساكنين فيها شي وحدين الدار ساكنين فيها كثير وما خايفينش زعما من طاح شي نهار ولا لان ملي كيجيو الناس ما عارفينش حنا نبهناهم الدرجه